حكما حري بالحرية وبالديمقراطية وبالعدالة. بدون عدالة بدون حرية لن نذهب بعيدا. يعني الآن بالعكس نحن كما تفضلت نحن على مفترق طرق. إذا لم تقم هبة شعبية بتغيير حقيقي لهذا النظام فإن الجزائر ستنتهي. نحن سنتكلم في المستقبل على الجزائر كخبر كان كما كانت يوغوسلافيا السابقة والاتحاد السوفيتي السابق. هناك استراتيجية غربية وهناك استراتيجية أمريكية لتقسيم الدول الفاشلة. صدر قبل 4 أشهر من معهد بروكينغز على ما أذكر 24 دولة قالوا هذه الدول دول فاشلة بما فيها العراق والصومال والسودان والجزائر. والجزائر توضع مع الصومال والعراق والسودان الآن. قالوا هذه الدول لابد أن توضع تحت الحماية وإلا فإنها خطر على السلم العالمي. هناك بترول وهناك غاز وهناك فوسفور وأخيرا اكتشفوا اليورانيوم والذهب في الجزائر بكمية كبيرة. منطقة النيجر ومنطقة ليبيا هناك هذه المنطقة عليها تنافس رهيب ما بين القوى الكبرى. وإذا لم تكن هناك دولة فستأتي دول أخرى لن طبيعة لن تقبل الفراغ ولن يقبلوا البترول والغاز عليه معركة كبيرة عالميا. وهذه المنطقة غنية جدا وستأتي هذه الدول الآن موجودة قاعدة هذه عسكرية. الأنظمة هذه الأنظمة لا تصلح هي لإدارة هذه الدول للأسف يعني... لا عندما تذهب هذه رأينا ذلك في العراق عندما ذهب نظام صدام انهار العراق. سيحدث هذا للأسف في ليبيا عندما يذهب نظام القذافي ستنهار ليبيا لأنه بعد طوفان. وهذا النظام الآن بوجوده إذا بقي بهذه الطريقة ستنهار الجزائر. إذن لابد من الرجال من الوطنيين المخلصين في الجزائر ونحن نعيش أيام مباركة من أيام الثورة الجزائرية أن يفيقوا قبل أن تضيع الجزائر. الجزائر في خطر والجغرافيا في خطر. الجزائرية الآن تحطمت الدولة تحطم المجتمع. محمد العربي حتى لا يفهم أنك تقرأ البيان الأول ربما أنا لا أقرأ البيان الأول ولا أخير أنا فقط أدعو الناس إلى أن يفيقوا وطننا يضيع. هناك برلمان هناك برلمان هناك نواب هناك حركة سياسية في الجزائر. أنت تريد من يفيقوا يعني يحمل السلاح أنت تدعو لا نحن لا نريد أن نعتبر تريد السلاح يغيره يغيره بالقوة كيف لا لا نحن نعتبر أن حمل السلاح هو خطر على الشعب الجزائري وعلى الدولة الجزائرية وحمل السلاح هو أكبر خطيئة ترتكبها أي واحد يريد أن يقاوم هذا النظام. المقاومة لازم أن تكون سلمية المقاومة لازم أن تكون لا عنفية. نقاوم الدكتاتورية من حقنا نقاوم الدكتاتورية باللا عنف وبطرق سلمية وإلا فإنها فيما بعد لن تأتي حتى من تقاوم لأن الدولة ستضيع. ما يتعلق بالمصالحة والجزائر قديمة في 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 طرحها لهذا الموضوع وهو دول الآن شمال أفريقيا ربما تسير لا أعرف تتأثر بتجربة الجزائر أو لا. موضوع السلم والمصالحة وما إلى ذلك التي أطلقتها الجزائر. السيد رزاق تحدث عن نقطة كثير جدا مهمة وهي مسألة أنه حصر المصالحة في التعويض المادي. هل هذا هو الذي أفشل هذه المشاريع التي أطلقتها الدولة؟ ما الذي أفشل مشروع السلم والمصالحة التي انطلقت به الدولة؟ لماذا عاد العنف من جديد؟ المصالحة كانت مزيفة. هناك كما قلت لك هناك تزييف كبير. هناك قدموا للناس صورة مزيفة ومخادعة. طيب ما البداية للمصالحة. ما هو الحقيقي؟ ما هو الذي كان ناقص؟ كان يجب أن تكون هناك شرطين أساسيين لقيم أي مصالحة في أي مكان. ما هما؟ الحقيقة والعدالة. فإن لم تستطع فعلى الأقل تقايض الحقيقة بالعدالة كما حدث في جنوب إفريقيا مثلا. إذا لم تستطع أن تقيم العدالة في هذه الدنيا فعلى الأقل الناس تعترف بما ارتكبت من جرائم وبما ارتكبت من مآسي. والناس قولوا الناس أين دفنت أبنائهم؟ أين المختطفون؟ 7,000 إلى 12,000 مختطف. أين هذا وأين ذا؟ إذن شرطين أساسين الحقيقة والعدالة. فإن انتفت العدالة فلتكون الحقيقة على الأقل. ثم لا تكون بين من أجرم ومن أجرم. بين جنرالات ذبحوا الشعب وبين من كان يقول أنه باسم الإسلام يريد يذبح أيضا الشعب. لازم أن يقوم بها الشعب حقيقة. لابد أن تكون عميقة. لا تكون بين أعطاء أموال لمن كان في الجبل وأعطاء رتب وأموال لمن ذبح الجزائريين وهم يحملون البدل المخابرات أو البدل العسكري. إذن لابد أن يشارك فيها الشعب بدون مشاركة شعبية حقيقية. بدون تواجد شعبي في كل هذه المؤسسات بدون تنتهي الدولة وينتهي المجتمع. المصالحة التي مرت بها الجزائر ومستقبل موضوع السلم والمصالحة وما إلى ذلك ووقع عليها الشعب والوثيقة ويعني أقيم لها يعني مهرجانات كبيرة في الجزائر هل لم تحتوي على هذا الشرط وهو شرط الحقيقة؟ أبدا بالعكس اعتبرت أنك إذا أنت تحدثت عما وقع في الماضي فإن هناك المادة أعتقد المادة 47 من هذا القانون
تسجنك 5 سنوات، بمعنى أن برنامج مثل هذا إذا قدرناه في الجزائر تسجن 5 سنوات وغرامة ب50 مليون سنتيم بمجرد الحديث عما حدث، بمجرد الحديث عما حدث، بمعنى محو الذاكرة وأخذ الذاكرة الرسمية كما قيلت لنا. وما هي الذاكرة الرسمية؟ الذاكرة الرسمية هو أن جنرالات الجيش أنقذوا الوطن وأنقذوا الديمقراطية وأنقذوا كل شيء، وأن الذين فازوا في الانتخابات أجرموا في كل شيء. غير منطقي، غير معقول. المذنب يصبح بطل، يصبح شجاع، والضحية الحقيقية يدفع الثمن ويجرم. مع ذلك نحن نعرف أن الذين فازوا في الانتخابات ارتكبوا أخطاء، ومنهم من حمل السلاح وارتكبوا أخطاء، لكن على الأقل تعالوا نفتح الملفات. من قتل من؟ ولماذا؟ لماذا قمتم بالانقلاب؟ لماذا دخلتم الجزائر في هذا الجحيم؟ لماذا قتلتم الرئيس مضياف؟ لماذا أزحتم الرئيس زروال؟ لماذا تستعمرون المدنيين؟ خلوا الشعب الجزائري يحكموه مدنيون. الرئيس اعطوا له صلاحياته، لماذا الرئيس ليس له صلاحيات؟ لماذا الوزراء ليس لهم صلاحيات؟ لماذا الاحزاب تقسم؟ لماذا الاحزاب ليس لها صلاحيات؟ خلوا المدنيين يحكمون، انتم عسكر اذهبوا للثكنات. جميل، انت اشرت الى نقطه البرلمانات والحكومه والرئيس، يعني من ينظر الى الجزائر الان؟ انا قبل ان ادخل الاستوديو كنت اقرا في الصحافه الجزائريه، يوجد هناك نقد وهناك حديث وهناك اراء، الراي والراي الاخر موجود في داخل الصحف الجزائريه، يعني لماذا انت تصور الوضع محمد العربي وكأننا نعيش في دولة استبدادية مغلقة؟ الجزائر يوجد فيها برلمانات ويوجد فيها أحزاب ويوجد فيها حياة سياسية موجودة، هل هذه كلها وهمية؟ يعني أنت تسخف عقول الناس بهذا الشكل سيد محمد؟ بالعكس بالعكس بالعكس، هو هذا النظام الجزائري بذكاء معين وبخبث معين قدم صورة على أساس أن هذه هي الحقيقة، وهناك نقد، وهناك مثل ما يحدث الآن في ليبيا. الآن تسمع الناس تنتقد وأنت تشعر وتشعر وكأن القضية آفية، والله هناك تغيير، هناك تغيير، وهناك، لكن الجزائريين شبعوا من هذا، لأن اللي يعيشوا الواقع واللي يعيشوه يوميا، واللي هو يشوف اللي ما عندوش حذاء وهناك ناس تركب سيارات الهامر، واللي هو يشوف اللي ما عندوش أين يبيت والناس خطفت قصور وأراضي بالملايين، واللي هو يعرف الحقيقة. الصحافة الجزائرية مسموح لها بخط معين لا تتجاوز. الرئيس نفسه قال لدي خطوط حمر، هذا الرئيس. الرئيس من أين خطوط الحمر؟ من الجنرالات طبعا ومن المخابرات أصلا. محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا، وأرجو أن يكون ثمة وقت لرسوم كاريكاتورية. السلام عليكم.